عبد الرحمن الحسيني ايضا واحد من الناشئين الكبار اللي موجودين داخل النادي الاهلي، اللي هو اسم كبير جدا 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 وعامل ايضا بطوله رائعه. مريم سميح، ومع زميلتنا مريم سميح، وماذا قال كابتن عبد الرحمن الحسيني في هذه الاحتفاليه الكبيره؟ نطلع نشوف ماذا قال ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. كابتن عبد الرحمن، يمكن بطولة مهمة جدا بتؤهل لكأس العالم للأندية، أكيد كلكم مستنيين. مهمة قوي للفريق إن هو يكون موجود في بطولة زي دي، يلعبوا وسط أقوى الأندية في الفولي بول. شايف إزاي البطولة دي خاصة إن هي بتؤهل لكأس العالم للأندية، وإزاي كمان المشاركة في البطولة المقبلة في كأس العالم للأندية؟ والله كان بقى لها تقريبا 8 سنين ما بطولة أفريقيا مش مؤهلة لكأس العالم للأندية، فلا يعني اتمنى تبقى دي فرصه كويسه ان هم يرجعوا مقعد افريقيا لكاس العالم للانديه، عشان هي بطوله مهمه جدا من حقنا ان احنا نشاركها. ان شاء الله بطوله كاس الانديه يعني هي بطوله، ما اقدرش اقول طبعا ان هي بطوله سهله، احنا بنلعب وسط ابطال القارات كلها، وطبعا اول مشاركه لينا تقريبا للفرق كلها، اول مشاركه ما عدا ممكن يكون عبد الله وصلاح الناس يعني الكبيره يعني. فاتمنى هي تبقى خطوه كويسه ان هي يعني يبقى شكلنا كمان كويس ان احنا نحافظ على مقعد افريقيا ونرجع للمحافل العالميه. كابتن عبد الرحمن، يمكن سيزون ناجح جدا خاصه بعد تولي فرناندو مونزو، يمكن ثلاث القاب في اقل من شهرين. بدانا طبعا بالكاس مرورا باكيد الدوري، والنهارده البطوله الافريقيه، وبتستعدوا لكاس مصر كمان. شايف ازاي السيزون ده؟ والله سيزون بصراحه مهم جدا ان احنا نرجع تفوقنا فيه بعد السنتين اللي فاتوا، خصوصا ان الجماهير كلها كانت متضايقه مننا، وما كانش قدامنا حل تاني غير ان احنا نصالح الناس كلها. وهو لسه موسم مش ناجح، احنا عايزين الاربع بطولات ونقول عليه موسم ناجح ان شاء الله. عبد الرحمن عمل حاجه حلوه جدا 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 جدا، وهنا هو لسه صغير، ولكن هذا النجم اللي انا بعتبره نجم كبير جدا خد جايزه احسن لاعب، احسن لاعب في المباراه، مظبوط يا شباب ولا انا بقول ايه؟ احسن لاعب في المباراه او في مركزه، احسن لاعب في مركزه في البطوله. عمل ايه؟ خد زميله عزب اللي بيلعب في نفس مركزه واداله الجايزه. هل حضراتكم متخيلين اللي بيحصل؟ حضراتكم متخيلين قد ايه صفاء النفس اللي ما بين هؤلاء الابطال؟ حضراتكم متخيلين ان هؤلاء اللاعبين قد ايه بيحبوا بعض؟ عشان كده ربنا والله العظيم ثلاثة، الكلام اللي أنا بقوله ده يا جماعة مش بقول كلام من الهوى وخلاص. في أوقات الكرة تبقى طالعة أوت وتخش جون، الكرة تبقى طالعة أوت وتخش جون بسبب صفاء النية ما بين اللاعبين وما بين الجهاز الفني. اللي حضراتكم شايفينه ده سبب كبير جدا جدا. فريق مولودية أبو سالم فريق من أقوى الفرق في إفريقيا، فاز بهذه البطولة الموسم السابق، وفاز على نادي الزمالك، نادي الزمالك اللي كان السنة اللي فاتت مكسر الدنيا ونادي كبير. هذا الفريق فاز عليه، أنت النهاردة بتفوز عليه 3-0، ويعني لو في 3 أشواط كمان هتكسب 3 كمان. صفاء النية ده شيء مهم جدا في الرياضة عموما، صفاء النية حاجة جميلة جدا جدا، لأنه الحلويات والقطايف واللطايف زي ما بيقول كابتن ايمن الكاشف كلها بتبان، الوشوش الحلوه النظيفه بتبان، الوشوش اللي بتزعل وبتتضايق بتبان. بص على وشوش كل لعيبه النادي الاهلي في الطايره هتلاقيهم كلهم مبسوطين. شوف لو رحنا للكوره، شوف لما مودست بيجيب جون اول واحد بيجري له اسامه ابو علي وكهربا، هو ده اللي بيخلي الكوره وهي طالعه تلف كده وتخش جون تاني. هو ده اللي أنا دايماً بقوله، أن صفاء النفس بيبان في الوشوش.